بعد العديد من شكاوي المواطنين الساكنين بمحاذاة غابة تيارت، نظمت جمعية عين السبع لصياد بلدية قرطوفة حوشة إدارية بالمناطق الحضرية المحلية بغابة خطرية. اليوم تنقلنا هنا لولاية تيارت بلدية قرطوفة مع السيد رئيس الجمعية، كان عرضنا في موقف التبادل الثقافي وسيد رئيس الفدرالية الولائية مع سيد محافظ الغابات مع مسؤولين الأمن هنا الظرف كل هذا. الحمد لله شفنا الجمعية هنا قائمة بالواجب تاعها، الناس منضبطين الحمد لله، استفادوا من التكوين وقال عندهم رخصة الصيد وهم يطبقوا القوانين اللي قراوها هم يطبقوها في الميدان. وحنا هنا تنقلنا كمكتب الفدرالية الوطنية وأعضاء الفدرالية الوطنية باش نشوفوا ونلاحظوا الساعة. في الحقيقة مشكورين ومدى بينا كاع الجمعيات على مستوى الوطن يكونوا هاك وفهمناهم باش يكون هذا الاقتطاف ما يكونش إبادة وخنزير ما يضربوهاش، والحمد لله متبعوا الكلام ما حد الأمر صبحنا نصيدوا ما طيحنا حتى واحد، ما درنا ماتي أبلون طردنا باش الفلاحين يستغلوا الموسم الفلاحي تاعهم ما عندهم مشاكل مع حد الفلاح. فيما يخص يعني الحوشة الإدارية اليوم، يعني هذه الحوشة نظمناها للتقليل من حيوان الخنزير اللي انتشرنا في المناطق هذه المحاذية للسكان هنا والأراضي الفلاحية طبعا، لما سببه من خسائر على المحاصيل الزراعية وطبعا كان تخوف السكان تاع المنطقة هذه. لكن احنا يعني محافظة الغابات اليوم رانا يعني رانا صاحبين الصيادين هنا باش ننصحوهم انه يعني مهمتنا احنا الحفاظ على الثروه الحيوانيه، يعني انواع اخرى من الحيوانات لا يمكن قتلها ولا التصدي لها، يعني هي راهي موجوده هنا في الطبيعه ونسعى الى الحفاظ عليها. عمليه الصيد جاءت بترخيص من والي ولايه تيارت، الهدف منها كان التقليل من انتشار الخنازير بهذه المناطق.